إلى موريتانيا، حيث احتضنت العاصمة نواكشوط أعمال قمة الساحل للتعليم برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وحضور رئيس النيجر محمد بازوم. وتهدف القمة إلى حشد الدعم المالي الدولي لتطوير التعليم وزيادة مساهمته في العملية التنموية. وقال الرئيس الموريتاني إن دول الساحل مصممة على الحصول على تعليم ذي جودة يخدم الأجيال وينمي القدرات. قمة نواكشوط حول التعليم في دول الساحل تبشر بالسعي إلى تحسين أداء المنظومة التعليمية، خطوة سيكون لها ما بعدها بحسب الرئيس الموريتاني. هذا رغم اعتراف ضيوف القمة بأن الولوج إلى التعليم الجيد يمثل تحديا بالنسبة لملايين الأطفال في المنطقة. أدعو إلى إنشاء تحالف من أجل التعليم في الساحل يشكل فضاء للإثراء وتبادل التجارب ويلاقي دعم شركائنا، كما ندعو إلى إنشاء معهد عاد للساحل لعلوم التعليم والإبداع التربوي. من الأهداف التي رسمتها هذه القمة تمكين 10,000 طفل من القراءة والكتابة وإيصال مليوني فتاة إلى مراحل التعليم الثانوي، كل ذلك في أفق العام 2030. وهدفها هو تعكف على تحليل معمق المشاكل المطروحة لوزارة التعليم في فضائل المشترك والخروج برؤية وتوصيات واقتراحات ملموسة للنهوض بالتعليم في دول الساحل. تنفيذ هذه الوعود قد يصطدم بواقع الفساد وضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي في أغلب دول الساحل. الوضع المضطرب في بوركينا فاسو والهواجس الأمنية في مالي وتشاد حالت دون حضور قادة هذه الدول إلى أعمال هذه القمة. واقع المدارس هنا في موريتانيا لا يبشر بخير، وكذلك الحال في باقي دول الساحل. فالإنفاق على هذا القطاع لا يتجاوز في هذه البلدان 3% من ناتجها المحلي. أسباب أخرى لتراجع التعليم منها الفقر والأوبئة والصراعات والتغير المناخي. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط. إذن الهدف طبعا تمكين حوالي عشرة ملايين طفل من الولوج إلى المدارس، بالإضافة أيضا إلى ملايين الفتيات. هكذا يعني أرادت هذه القمة في خطتها للسنوات المقبلة. للمزيد نناقش أعمال هذه القمة ومخرجاتها مع ضيفي ينضم إلينا من مدريد محمد لامين خطاري الصحفي الموريتاني. مرحبا بك معنا محمد لامين. الرئيس الموريتاني قال في كلمته خطوة سيكون لها ما بعدها، ما الذي ستحدثه قمة كهذه في واقع التعليم في هذه الدول والحال أن أعداد كبيرة جدا من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى حد إلى المدارس حتى الآن، وأيضا يعني إمكانيات محدودة مخصصة للتعليم في هذه الدول؟ تحية طيبة لك ولكل مشاهديك الكرام. بالفعل ما انطلق منه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني هو جزء من استراتيجية أو مقاربة موريتانية تحاول أن تبعد النظرة التقليدية لدول الساحل على أساس أنها مبنية على أساس الصراع العسكري فقط مع ما يسمى بالإرهاب. هي تريد أن تضع أيضا قاطرة التنمية كجزء من استراتيجية شاملة لدول الساحل تمهد لخلق يعني جيل متعلم قادر على الأداء، بعيد أيضا عن احتمال الاقتناص من قبل الجماعات الإرهابية. التعليم كمفتاح للتنمية هو جزء من المقاربة الموريتانية في إطار دول الساحل لتقديم طيب مستقبل التعليم أفضل. جزء من هذه المقاربة، هذا أمر جيد، ولكن هل يمكن تحقيق ذلك بميزانيات بأقل من 3% مخصصة للتعليم في هذه الدول؟ من أين يجب أن تبدأ عملية الإصلاح في قطاع التعليم؟ بالفعل لذلك كانت هذه المقاربة جزء من المطالبة بشراكة دولية من المحيط الإقليمي ومن المحيط الدولي، والدليل على ذلك أن هذه القمة التي توجت بإعلان نواكشوط اليوم حظيت أيضا برعاية دولية من خلال البنك الإفريقي والبنك الدولي. إذن هو جهد تشاركي، بدل يعني بذل مئات الملايين من اليوروهات في شراء المعدات العسكرية والتجيش، يمكن من خلال التعليم ومن خلال تمويل البرامج التعليمية
أن نمكن هذه البلدان من مستقبل مستقر، مستقبل أفضل، مستقبل أيضا للتعايش السليم وفق آلية تسمح بالإنتاجية والعمل. نعم، طيب، قلت بأنه من الأفضل توجيه هذه الأموال بدل التسليح والتجيش إلى التعليم. هذه القمة أيضا تخصص ربما لأول مرة للتعليم، هذه القمة قمة دول الساحل. هل برأيك ستذهب هذه الدول في هذا الاتجاه، ستحد من الميزانيات المخصصة للتسلح وتوجهها للتعليم، أم أن الأمر سيبقى مجرد حبر على ورق ربما في هذه القمم؟ على الأقل وفق الرؤية الموريتانية التي ألمسها عن قرب من خلال يعني رؤية رئيس الجمهورية الموريتانية، أسس لما أسماه بالمدرسة الجمهورية، وهي مدرسة تؤسس على دعم التعليم، دعم أفق أكثر للتعايش وللتفاهم أيضا المشترك. إذا حاولنا أن نسقط هذه المقاربة التي تسعى موريتانيا إلى ترسيخها في دول الساحل، فإن ذلك سيتيح مساحة. طيب، هل رسخت موريتانيا هذه المقاربة أولا في موريتانيا؟ هل هذا هو الاتجاه الذي يذهب إليه الرئيس ولد الغزواني، وهو الذي لم تمر على يعني قدومه إلى السلطة غير سنوات قليلة؟ بالفعل، لذلك هذه المقاربة جزء من برنامج التعهدات الذي تحدث عنه الرئيس محمد الشيخ الغزواني في إطار يعني حملته، والذي لم يمر على يعني حكمه لموريتانيا أكثر من سنتين، لذن هو يمضي بهذا الاتجاه. شكرا. الفارق هنا هو أن يكون اتجاه تشاركي. نعم. بين دول الساحل الخمس. محمد لمين خطاري، الصحفي الموريتاني من مدريد، شكرا.